كثير منا وإحنا صغار يوم كانوا يسألونا الكبار شو ودك تكون؟ كنا نجاوبهم وبدون أي تفكير. أنا أبا أستوي طيار. أبا أستوي طيار. ترى الأحلام هي أول خطوة لتحديد مستقبل أي إنسان. فكرت أدخل الطيران لأن حسيت أن هذا المجال اللي يناسبني ويناسب شغفي. طيران الإمارات أتاحت الفرصة لكل شباب وبنات الإمارات لتحقيق حلم الطفولة البريء. أبوي كانوا ينادونه كابتن طيار، وأنا من صغري كنت أبي أشيل هالاسم عنه وأبوي يكون أنا كابتن طيار عبدالله. كل ما أسيد ميلس عند ربعي أنت بتصير طيار 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 طيران الإمارات طيران الإمارات. مهنة الطيار لها مواصفات خاصة وبرامج دراسة وتدريب شاق على أعلى المستويات، وهالشي بعد وفرته طيران الإمارات، فأرسلت طلابها إلى أرقى الأكاديميات في علوم الطيران والتدريب. في أكسفورد الأمر فعلا يدعو للفخر. في أكسفورد وفي جامعة أكسفورد تحديدا لعلوم الطيران يتواجد أبناء الإمارات المنضمين لطيران الإمارات. اليوم إن شاء الله بطير أول رحلة سولو في حياتي. أول مرة بحياتي. شو شعورك؟ متحمس، أبغي أطير. أنت كطيار لازم تكون منضبط، لازم تكون على المواعيد، لازم تسمع الكلام. ما في شيء سهل، بس طموحك يوصلك للشيء اللي تبغاه. خالد يوميا عيش وتونه، ليش ياكل تونه كل يوم؟ كنتوا تعرفون ليش؟ قطعوا عود. هذا فخر لي انا اني امثل دولتي وان في مواطنين طيارين في الامارات. مشوار الالف ميل يبدا بخطوه. الرحله بدات. هل هناك ما هو اجمل من أن تحلق باسم بلادك بعلم الإمارات في سماء العالم؟ فلتحدد هدفك ولتحقق حلمك وكن طياراً في شركتك الوطنية طيران الإمارات.